السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. مأرب تحرير مواقع استراتيجية في المخدرة، وخسائر الميليشيا الحوثية بالعشرات. الإصلاح 30 عاما من التضحية في سبيل الوطن والتعبير عن تطلعات الشعب. عدن، البرنامج السعودي للإعمار يضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية ورياضية. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استعادت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم عددا من المواقع الهامة في جبهة المخترة شمال غرب مأرب. وقال مصدر عسكري بأن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، تمكنت من السيطرة على مواقع هامة في جبهة المخدرة شمال غرب محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي 3 أطقم للميليشيا كانت تحمل عناصر وذخائر الميليشيا، وأحرقت بالكامل في ذات الجبهة. لقي 17 عنصرا من ميليشيا الحوثي المنتمين لمحافظة إب مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني في عدد من الجبهات. وقالت مصادر مطلعة إن مسلحي الميليشيا لقوا مصرعهم في جبهات صرواح ونهم والجوف والبيضاء خلال اليومين الماضيين. وأفادت مصادر مطلعة أن من بين القتلى رشاد عبد قائد العوش ومن أبناء مديرية السبرة، وعبد الله عبد العزيز صالح الشامي من أبناء مديرية السدة، ومحمد عبد عباس الحميري من أبناء مديرية القفر، ونسيم حميد محمد العثماني من أبناء مديرية يريب، وحسن محمد علي القادري من أبناء النادرة، ومحمد علي عبد الله الخولاني من أبناء القفر. وأشارت المصادر إلى وجود 5 قتلى آخرين من مديريات مختلفة في محافظة إب. وكانت ميليشيا الحوثية قد شيعت خلال الأيام الماضية أكثر من 17 عنصرا من مسلحيها من أبناء محافظة إب قتلوا بنيران قوات الجيش الوطني في عدة جبهات أبرزها الجوف وصرواح. شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن دوي الانفجارات العنيفة هزت أحياء العاصمة صنعاء منذ مساء الأحد وحتى فجر اليوم الاثنين جراء القصف الجوي الذي شنته مقاتلات التحالف على مواقع عسكرية في أمانة العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت معسكر ريمة حميد في سنحان ومعسكر الصمع وقاعدة الديلمي الجوية وفج عطان. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم، بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروند، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتصعيد ميليشيا الحوثية الانقلابية على مأرب وأزمة خزان صافر. وأعرب البركاني عن أسفه لمواقف الاتحاد الأوروبي الضعيف تجاه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني. وجدد البركاني التأكيد على دعم الشرعية لجهود المبعوث الدولي مارتن جريفيث والذي يواجه تعنتا حوثيا رافضا لكل الجهود. وأثنى البركاني على جهود المملكة العربية السعودية في الوصول إلى اتفاق الرياض ووضع آلية لتنفيذه، وشدد على سرعة تنفيذه. من جانبه عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن موقف الاتحاد الداعم للشرعية، مؤكدا أن السلام هو الخيار الأمثل لحل الأزمة اليمنية، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث ومبادراته الخاصة بالسلام وإنهاء الحرب. أصيب طفل برصاص ميليشيا الحوثي الإجرامية في مدينة حيس جنوب الحديدة جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمواطنين والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة.
وقالت مصادر محلية بأن الطفل عبد الله حسن الريمي أصيب في رأسه بشظايا الميليشيا الحوثية أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة، كما أصيبت المواطنة سعدة محمد جراء قصف ميليشيا الحوثي لمناطق سكنية بمديرية الدريهمي، وتضررت أعدادا كبيرة من المنازل. هذا وكانت القوات المشتركة قد صدت عددا من هجمات وخروقات ميليشيا الحوثي في جبهات حيس والدريهمي والجبلية، وأكبدت فيها الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح. في كلمته بمناسبة مرور 3 عقود على تأسيس الحزب، طرح رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح حزمة من القضايا الحزبية والوطنية، أكدت في مجملها على ضرورة استعادة الدولة وتفعيل العمل السياسي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. الزميل هائل البكالي رصد لنا 10 رسائل مهمة أكدت عليها كلمة الإصلاح. تضمنت كلمة التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة ميلاده 30 10 ملامح أساسية شملت المشهد الوطني الراهن ومسيرة الحزب وآفاق المستقبل، لعل أبرزها كانت دعوته للفرقاء السياسيين بضرورة تجاوز عقدة الصراعات الماضية وصب الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب. طالب الإصلاح الحكومة القيام بمهامها في مكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات وتجفيف مكامن الهدر للمال العام بما يحسن من حياة المواطنين. شدد الإصلاح على ضرورة الانتظام في صرف مرتبات كافة القطاعات العسكرية والمدنية. دعا إلى وضع حد لتدهور العملة المحلية وتفعيل دور البنك المركزي والإجراءات القانونية داخل الجهاز المصرفي للدولة. الإصلاح جدد مطالبته بضرورة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية وفق قوانين الخدمة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومخرجات الحوار الوطني، وأكد أن الدولة صاحبة الحق الحصري في حيازة واستخدام السلاح. طالب وبشكل ملح بضرورة تطبيق بنود اتفاق الرياض وفقا لآلية التسريع وبرنامجها الزمني، باعتبار أن التأخير يسهم في إضعاف الدولة ويعطل دورها في مواجهة الانقلاب. جدد موقفه الرافض لكل أشكال الإرهاب ودعمه لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الآفة الخطرة على حياة المجتمعات والسلم الدولي. وشدد الإصلاح على ضرورة إيقاف كارثة بقاء التحكم المركزي للاتصالات والإنترنت لدى ميليشيا الحوثي. دعا إلى التعامل بحرص مع قضية الطلاب المبتعثين ودفع مستحقاتهم بما يمكنهم من مواصلة مشوارهم التعليمي دون هم أو ضائقة. قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف الشيخ علي بن صالح شطيف، قال إن ميليشيا الحوثي بانقلابها المشؤوم على الشرعية أفسدت الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد. العصابات الحوثية المتمردة أفسدت الحياة العامة في اليمن بما فيها الحياة السياسية. كم نتمنى أن نحتفل بأعياد ثورة 26 سبتمبر المجيدة و14 أكتوبر وفي 22 مايو الوحدة اليمنية المباركة. كم نتمنى أن تحتفل الأحزاب بمناسبات تذكراها تأسيسها، لكن كما ذكرت العصابات الحوثية المتمردة أفسدت كل جميل في اليمن، أفسدت الحياة العامة والحياة السياسية وجعلت من اليمن بؤرة حرب وبؤرة صراع. منذ أن أشرقت شمسه الوهاج على ربوع محافظة الجوف، كان الإصلاح هو المنهج الذي أسس مداميك النهضة في المحافظة ورسم ملامح مستقبلها ووقف كحاجز صد أمام أطماع الكهنوت منذ أيامه المبكرة، مضحيا في سبيل ذلك بخيرة قياداته وأعضائه. 30 عاما في الساحة السياسية في اليمن حافلة بالنضال والشراكة الوطنية، الإصلاح هو ذاك الاسم الذي تردد صداه كثيرا في ذاكرة اليمنيين بحبه وتضحياته للوطن، حيث عمد ذلك بدماء أبنائه الزكية التي سكبت على تراب اليمن شمالا وجنوبا،
وفي الوقت الذي اعتادت عليه المخلوقات بأن يولد المولود صغيرا، كان الإصلاح هو المولود الوحيد الذي خرج من مهده كبيرا. إذا كانت الأحزاب والتنظيمات تحتفل بمناسبة الذكرى لتأسيسها، فإننا في الإصلاح اليوم نحتفل في الجبهات، نقدم الشباب، نقدم القيادات، نقدم الأفراد، نسعى لتحرير البلد. لا مجال للاحتفالات، لا مجال للمهرجانات، لا مجال للندوات. كل أنشطتنا تصب في دعم الجبهات، إلى جانب الجيش الوطني البطل، إلى جانب أفراد الأمن، إلى جانب مثلا قيادة الشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه. هذا هو هدفنا وهذا هو برنامجنا الذي نعيشه في هذه الأيام. دفع الإصلاح ضريبة مواقفه الوطنية، تضحيات جسيمة منها المئات من قياداته وأعضائه شهداء، حيث قدم 13 عضوا من أعضاء مكتبه التنفيذي بمحافظة الجوف دفاعا عن الجمهورية والديمقراطية التي اختارها كنهج منذ أن وجد على حقل السياسة. وهو في ذلك الطريق لم يتخلى يوما أو تثنيه المنعطفات التي حاولت إخراجه عن الطريق الذي رسمه في مسيرته قبل أن ينطلق. قدم الإصلاح كثير من التضحيات في محافظة الجوف، يشهد له القاسي الداني من المدافع عن المحافظة في وجه الميليشيات الإنقلابية، وما زال حتى اليوم يعني يقوم بالتصدي لهذه الهجمات. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يستمر العطاء. إذا أردنا أن تتقدم هذه المحافظة فلا بد أن نهبها جهدنا ووقتنا ومالنا. هذه المحافظة تحتاج أن نعطي لا أن نأخذ. بقي الإصلاح في محافظة الجوف عمودا تتكئ عليه المحافظة كلما حاولت الميليشيات الحوثية إرجاعه إلى مربع الإمامة والكهنوت، وها هو اليوم يتصدر قائمة المضحين والمستبسلين في الدفاع عن المحافظة وكرامتها مع غيره من الشرفاء والأحرار في المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى. انخرط إصلاح الجوف ضمن القبائل التي واجهت ميليشيا الحوثي مبكرا في حروبه الأولى التي حاول فيها التوسع نحو محافظة الجوف، وبذلك كان إصلاح الجوف سباقا في مواجهة الحوثي، وقدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة من قياداته وأعضائه وأنصاره ومحبيه. 30 عاما والإصلاح في الجوف يرفض إلا أن يكون له السبق والصدارة في رفع مستوى المحافظة تعليميا وثقافيا واقتصاديا وغيرها من المجالات الأخرى، امتدادا للمشروع الذي صاغه الإصلاحيون في اليمن. صالح مبخوت، لقناة سهيل، محافظة الجوف. قدم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف كوكبة من قيادات الصف الأول شهداء في سبيل استعادة الجمهورية من الميليشيا الكهنوتية. التقرير يسلط الضوء على مجموعة من هؤلاء الأبطال. قدم التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف تضحيات كبيرة خلال معركة التحرير والتصدي للميليشيات الحوثية. الشهيد محمد عبد الله كعوات أمين عام الإصلاح في المحافظة استشهد بتاريخ 6 أكتوبر 2018. خالد محسن الهديرز دائرة التعليم استشهد بتاريخ 6 سبتمبر 2014. الشهيد مبارك حمد العبادي رئيس دائرة الإعلام استشهد بتاريخ 5 أغسطس 2016. الشهيد عبد الهادي صالح حوام رئيس الدائرة القضائية استشهد بتاريخ 24 أبريل 2015. الشهيد عبد الله محمد شيحات رئيس دائرة الإعلام والثقافة. الشهيد ناجي مصلح نسم رئيس الدائرة الاجتماعية. الشهيد حمد محسن نجدة رئيس الدائرة السياسية. الشهيد محسن عبيد الشاوي رئيس دائرة الانتخابات. الشهيد عبد الله محسن عسكر رئيس دائرة النقابات. الشهيد مصلح شريان رئيس دائرة الانتخابات. الشهيد خالد حمامة رئيس دائرة التعليم. الشهيد منصور يحيى الشجني رئيس دائرة الخدمات. الشهيد حميد زايد عافية رئيس القطاع الصحي. الشهيد يحيى هادي بخيت مسؤول الإصلاح بمديرية الخلق استشهد بتاريخ 3 يوليو 2014. علي حسن أبكر مسؤول الإصلاح بمديرية الغيل استشهد بتاريخ 8 سبتمبر 2014. الشهيد فيصل محمد عبود مسؤول الإصلاح بمديرية خب استشهد بتاريخ 7 مايو 2015. الشهيد صالح علي الغانمي مسؤول الإصلاح في الشعف استشهد بتاريخ 8 يونيو 2015.
قال الشيخ مبخوت بن عبود الشريف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في مأرب إن حزب الإصلاح كان في مقدمة المدافعين عن الهوية الوطنية والشرعية الدستورية وقدم قوافل من الشهداء مؤكدا أن الإصلاح اختار هذا الطريق رغم وعورته ومصاعبه. الإصلاح والله الحمد كان في مقدمة المدافعين عن الوطن، عن الهوية، عن ثورة 26 سبتمبر، عن الشرعية الدستورية، وكان وقدم على ذلك خيرة رجاله وشبابه في سبيل الحفاظ على أن يبقى اليمن موحدا، يبقى اليمن غير مرتهن لا لإيران ولا لأي دولة أخرى، ويصبح قراره بيده ويمشي في هذا الطريق رغم عورته وصعابها ورغم يعني التآمر الذي نشهده ونلاحظه يعني علينا، لكن فوق ذلك كله شقينا طريقنا نحو ما نحن نريد أن نصل إليه رغم أننا نعلم أن هذه الطريق شاقة ومتعبة، لكن فوق ذلك هذا قدرنا وسنمشي فيه ونستمر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ مبخوت الشريف رئيس إصلاح مأرب بأن الإصلاح منتج وطني ينتمي لتربة اليمن الطيبة وأصبح أمل الكثير من أبناء اليمن. الإصلاح بدون شك يعني أنه أصبح ولله الحمد أمل الكثير من الناس، ما أقول الكل، لأن عاد يعني في ناس يعني للأسف الشديد يعني يريدوا يتقربوا بعدائهم للإصلاح يعني للمتآمرين على البلد لأجل أنهم يحصلوا على حفنة من الفلوس، لأجل أنهم يحصلوا على يعني مكانة، من أجل يعني أمور شخصية آنية. لكن نقول لكل الشانئين ولكل من لم يعلم على أن الإصلاح يعني وليد شرعي ومنتج وطني لا ينتمي لا ليسار ولا ليمين ولا لقريب ولا لبعيد، وإنما ينتمي لهذه التربة الطيبة. قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب الإعلامي علي الحواني قال إن حزب الإصلاح وقف في صف الجمهورية حين تخلى الكثير عن ذلك، مهنئا قادة وأعضاء الحزب بمناسبة ذكرى التأسيس، مثمنا تضحيات الحزب في مختلف محطات النضال. نحيي حزب التجمع اليمني للإصلاح، زملائنا وقادة وأعضاء وكل من ينتمي لهذا الحزب العريق بهذه المناسبة الغالية عليكم وعلى الشعب اليمني. نحيي هذا الحزب الذي ضحى وأثبت أنه في صف الجمهورية عندما تخلى الكثير والكثير ممن كنا نعدهم بأنهم سيكونون في صف الجمهورية. نحييكم زملائنا قادة وأعضاء في هذا الحزب، ونتمنى إن شاء الله أن يكون مستقبل اليمن السعيد على أيديكم وأيدي زملائكم من الأحزاب الأخرى التي أثبتت وجودها وأثبتت ولاءها للجمهورية اليمنية. نتمنى إن شاء الله أن تأتي الذكرى القادمة 31 لهذا الحزب، وأن نكون جميعنا نحن في حزب المؤتمر الشعبي العام وأنتم في التجمع اليمني للإصلاح وكل الأحزاب الجمهورية المناضلة نكون في صنعاء إن شاء الله في مقر أحزابنا حيثما كنا نمارس أعمالنا إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومزيدا من العطاء، ونثمن كل قطرة دم بدلها قادة وأعضاء هذا الحزب العريق وزملائهم أيضا من الأحزاب الأخرى. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله إلى جمهورية يمنية حسب طموحكم وحسب أهدافكم التي رسمتموها. أكدت قيادات التجمع اليمني للإصلاح في شبوة أن الحزب قدم فاتورة باهظة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته، ولا يزال يقدم التضحيات من أجل كرامة وأمن واستقرار البلاد. تمثل ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح مناسبة مهمة للغاية، وذلك للدور الوطني الريادي الكبير للإصلاح. الحقيقة أن هذه 30 سنة من عمر الإصلاح هي حافلة بالعمل الوطني. على كل في كل مراحل العمل الوطني استطاع الإصلاح أن يقدم تجربة تثري الحياة السياسية. الإصلاح
مر بمختلف مراحل العمل السياسي. منذ تأسيسه المبكر انتقل من العمل الجماهيري الميداني إلى المشاركة في السلطة عبر صندوق الاقتراع، ثم غادر موقع السلطة إلى صدارة المعارضة أيضا عبر صندوق الاقتراع، ثم تولى بعد ذلك صياغة المشاريع السياسية التي والتحالفات السياسية مع مختلف القوى. أرسل إصلاح تجربة رائدة مع شركائه، أرسل تجربة رائدة جدا في موضوع الشراكة مع مختلف القوى السياسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى موقعه في موقع مقاومة الانقلاب على الدولة. الإصلاح يؤمن بفكرة الدولة ويتعايش معها ولا يمكن أن يعيش خارج الدولة. هذه مسألة مبدئية وأساسية. الإصلاح يختنق خارج إطار الدولة ويعيش داخل مكون الدولة، ولهذا هو يقوم اليوم بدوره في الدفاع عنها ومقاومة الانقلاب عليها، ويقاوم سياسيا وإعلاميا وميدانيا كل مشاريع الانقلاب. حاول جمع كل القوى السياسية وكل يعني على مختلف مشاربها في اللقاء المشترك، وكانت تجربة ناجحة ونادرة، ولذلك كان من التجارب الناجحة على مستوى الوطن العربي، فسار في هذا الاتجاه ويعمل مع الشراكة الوطنية، حريص على جمع الناس وعلى يعني التبادل السلمي في الجانب السياسي والعمل السياسي. فهذه مبادئه وقيمه، ولا شك أن الإصلاح بذل جهودا في جوانب كثيرة في العمل السياسي وأيضا مواجهة المشاريع السلالية والمناطقية والعشائرية، ولا يؤمن بذلك في إطار صفوفها التنظيمية. في الإصلاح ذابت كل العصبيات المناطقية والسلالية والأسرية، فأصبح حزب الوطن. وعندما يعني هددت الجمهورية وهدد الوطن، كانوا أبناء الإصلاح وأعضاء الإصلاح من أوائل الناس الذين خرجوا في الميادين الدفاع عن الوطن، فقدم الإصلاح كثير من الشهداء وكثير من الجرحى وكثير من المعتقلين، هدمت مقراته، ولذلك هذا شرف للتجمع من الإصلاح أن يضحي من أجل الوطن. ولا زالت مؤامرة كبيرة قضت على كثير من أحلام اليمنيين، ويأمل أن يكون هو المخلص وهو المنقد التجمع لمصلاح هذا الحزب الجماهيري الواسع الكبير الذي أثبت الأيام أنه هو الأمل لدى اليمنيين في إخراج البلاد من مشاكلها ومن تحدياتها التي يعاني منها، وقدم التضحيات الكبيرة من 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 الحرب الشعواء التي شنها الحوثيين على البلاد، وكان هو الحزب الوحيد الذي قدم خيرة رجاله وقياداته وشبابه دفاعا عن ثورة سبتمبر ودفاعا عن مبادئ اليمن الديمقراطي الاتحادي الجديد. أشادت عدد من القوى الحكومية والسياسية بمحافظة شبوة بالأدوار النضالية للتجمع اليمني للإصلاح، مؤكدة بأنه أصبح في الصدارة إلى جانب الأحزاب الأخرى في مقارعة مشاريع الانقلاب والفوضى. بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس حزب الإصلاح، حزب التجمع اليمني للإصلاح في الجمهورية اليمنية، نبارك لأخواننا في هذا الحزب والذي كانت له أدوار كبيرة في الفترات السابقة، وخصوصا بعد إعلان تأسيسه في قبل 30 عام بزعامة الشيخ المرحوم عبد الله بن حسين الأحمر. وكان هذا الحزب أحد الأحزاب الوطنية التي تناضل على الساحة اليمنية من أجل أيضا تحسين وضعه ومعيشة الناس في هذا البلد الغالي على الجميع. كما أن نوصل رسالة إلى أخواننا في حزب التجمع اليمني للإصلاح بضرورة الانفتاح أيضا على بقية الأحزاب الأخرى وبقية الفعاليات الوطنية، حتى نقوم جميعا ببناء هذه الدولة التي يهمنا أن نعيد إليها يعني اليمن السعيد التي كانت في يوم من الأيام. للذكرى 30 تجمع اليمني للإصلاح، أولا ذكرى نهني هذا الحزب الكبير العريق، هو حزب شريك في السلطة، له دور نضالي في سبتمبر وأكتوبر، وله دور في يعني محاربة الحوثيين ومحاربة الانقلابيين في وأدعو من خلال هذه الذكرى إلى التلاحم، وندعي صفحة جديدة مع الأحزاب ولم الشمل، لأنه لدينا عدو كبير، لازم نتوحد، لازم ننسى الخلافات، ننسى الماضي، ونكون متوحدين مع كل الأحزاب لكي مواجهة الحوثيين.
حزب التجمع اليمني للإصلاح يعتبر جزء من الحراك السياسي والوطني في الساحة اليمنية، لذلك لابد أن من مراجعة من مراعاة تعتبر هذه الذكرى تقييم لعمل ونشاط الحزب خلال الفترة الماضية ومراجعتها وتقييمها تقييم صحيح كغيره من كجزء من القوى الوطنية الموجودة والفاعلة في الساحة اليمنية، لابد من مراجعة. والقوى السياسية الوطنية دائما تتعرض للأخطاء والسلبيات في عملها، ما في أي عمل لابد من سلبيات ترافقنا، لكن لابد من نصحح ما هو خطأ ونقبل بالرأي والرأي الآخر، بحيث لأننا جزء من هذا الوطن الكبير لابد من توسعة صدورنا وتحمل بعضنا البعض. منذ عشرة أعوام والتجمع اليمني للإصلاح في تعز يتعرض للاستهداف المباشر، سواء بالاعتداء على مبانيه ومقراته أو باختطاف وملاحقة قياداته وأعضائه بهدف الإضرار به كونه حائط الصد الأول ضد المشاريع التي تحاول النيل من الجمهورية ومكتسباتها. ومع كل هذه المحاولات ظل الإصلاح ولا يزال شامخا ثابتا مواصلا للنضال الوطني. لا زال آثار الاستهداف والقصف باديا على مبنى التجمع اليمني للإصلاح بتعز رغم ترميمه، فقد رمم مرتين، الأولى بعد أحداث 2011 ميلادية، والثانية بعد استهدافه من قبل الميليشيات الحوثية عام 2015 ميلادية. عندما يريد المعتدي أن يحقق مآربه وأهدافه فإنه يركز على من يظن أنه الحاضر الأكبر والفاعل الأقوى، وبالتالي فهو عندما يركز على الإصلاح كان بهدف أنه يبدأ بالخصم الأكبر وصاحب الحضور الأكثر، لا ولا يعني ذلك أنه يتجاوز الآخرين وإنما ليعود لهم مرة أخرى. استهدف مقر الإصلاح بكل أنواع الأسلحة من قلعة القاهرة كونه رمزا من رموز المقاومة ومحاولة لضرب معنويات شباب وأعضاء الحزب، محدثين فيه خرابا كبيرا وتدميرا لكل أثاثه وممتلكاته. ويعتبر الإصلاح كل خسارة تهون في سبيل الدفاع عن الوطن. هذا الاستهداف الذي يعني بأن هذه القوى أو بأن هذه الميليشيا تستهدف المقاومة، لأن الإصلاح كان مع المقاومة وأعلن المقاومة مع القوى السياسية ومع القوى الاجتماعية ضد هذا الانقلاب الغاشم الذي أراد أن يقضي على ثورة 26 سبتمبر، ولكن الإصلاح وجميع القوى السياسية والاجتماعية كانت له بالمرصاد. لم تستهدف مباني الإصلاح وأملاكه فقط، بل استهدف كادره البشري ومناصريه ومحبيه، واستهدف إعلاميا وحاول أعداءه تشويهه ووصفه بكل ما ليس فيه، فصبر وثبت وضحى من أجل الوطن الذي سيذكر كل شرفائه دور هذا الحزب المشرف في حماية اليمن بالقول والفعل، ولم يبخل من أجل دينه وأرضه عندما سمع النداء. تناولت كلمة رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في تعز بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب 30 مواضيع عدة، نعرض في الحيز التالي أبرز ما جاء فيها. التأكيد على أن الشعب بكل فئاته أمام تحدي حضاري وحرب وجودية يقتضي الاستنفار الدائم واستنهاض وحشد كافة الجهود وتوحيدها لاستعادة الدولة. ستظل تعز في مقدمة الركب عصية على التذويب أو الكسر قائدة للمشروع الوطني الجمهوري. المشاريع الجهوية والسلالية والمناطقية والكيانات المصنوعة هي بوابة الخراب وأداة رخيصة للمشاريع الطامعة في اليمن. التأكيد على الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الاهتمام بالتعليم الذي يحافظ على الأجيال وهوية الشعب وروح الوطن والجمهورية. الإصلاح حزب مدني وطني يعمل في إطار المنظومة الحزبية للدولة اليمنية وملتزم بالانتصار للقضايا الوطنية والدفاع عن النظام الجمهوري والدولة والشرعية مهما كانت التضحيات. دعوة كافة أفراد الإصلاح إلى الترفع عن الدخول في معارك إعلامية جانبية تؤثر على المعركة مع العدو الانقلابي،
تجديد الدعوة لكل القوى والشخصيات الوطنية والسلطة المحلية بتعز إلى تفعيل العمل المشترك وتكوين رافعة متينة لتعز. دعوة كافة القوى والشخصيات الاجتماعية لدعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان، والدعوة أيضا لدعم الجيش لإنجاز التحرير واستكمال دمج المقاومة بالجيش بصورة كاملة. دعم الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها بما يناسب التحديات الأمنية التي تستهدف المحافظة من الداخل. الدعوة إلى بسط نفوذ الدولة في كل المناطق المحررة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة. إدانة الحصار الشامل على المدنيين في تعز، والدعوة إلى إنهاء وفك الحصار على المدنيين في المحافظة. الإدانة وبأشد العبارات القصف الذي طال شركة أرامكو في السعودية والذي يقف وراءه المشروع الإيراني، والإدانة وبشدة لما قامت به طائرات الإمارات من قصف للجيش الوطني بعدن وأبين. التأكيد على ما جاء في خطاب رئيس الهيئة العليا للإصلاح بما يتعلق بالقضايا الوطنية العامة وقضايا التحرير والدولة. قدم الإصلاح خلال مسيرته سيلا من التضحيات في سبيل استعادة الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. الشهيد نائف الجماعي واحد من قيادات الإصلاح الذين ارتقوا وهم يقارعون الميليشيا الكهنوتية في جبهات النضال. إصلاحيون على العهد. إصلاحيون. 30 عاما مرت منذ ميلاد التجمع اليمني للإصلاح، أثرى خلالها التجربة الديمقراطية وجسد مبدأ النضال السلمي في سبيل انتزاع الحقوق والحريات، وساهم في إرساء مفهوم الشراكة الوطنية وصياغة علاقة وطنية راشدة بين السلطة والمعارضة. وحين انقلبت ميليشيات الحوثي على التوافق الوطني واجتاحت المدن وجرفت الحياة السياسية وهدمت أسس الثورة وقيم الجمهورية، كان الإصلاح في صف الدولة والشرعية، وانخرط الآلاف من كوادره وقياداته في مشروع المقاومة ومساندة الجيش الوطني في معركة التحرير واستعادة الدولة. وكان الشهيد نايف الجماعي واحدا من رجال الإصلاح وقياداته الشابة التي ملأت الوطن كفاحاً وبطولة حتى ترجل شامخاً قبل 5 أعوام وهو يتقدم صفوف الأحرار في جبهة المقاومة بمدينة دمن. بالنسبة للشيخ القائد الشهيد نايف الجماعي، هو كان رمز من رموز الجمهورية، رمز ومجدد لثورة سبتمبر وأكتوبر، وهو يعتبر خسارة ليس على المنطقة أو على المحافظة فحسب أو على المحافظتين، بل على الجمهورية هامة وطنية بكل ما تعني الكلمة. كان الشهيد نايف الجماعي واحدا من أفصح شعراء اليمن ونموذجا من نواذج القيادة التي اشتهرت بالحكمة والشجاعة وتميزت بالصبر والمثابرة. بالنسبة للشهيد القائد نايف الجماعي، كان شاعرا وأديبا وقائدا عرف عنه في اليمن بشكل عام، وخسارته خسارة على اليمن واليمنيين بشكل عام، لأن ذلك الرجل شكل يعني قائدا ميدانيا وثائرا من الثوار وبطلا كان متواجدا على الساحات، فله من الله الرحمة وله الخلود في قلوب كل من يحبونه وكل من حظي الشهيد خلال مشاركته الفاعلة في جبهة دمت بالضالع بالتفاف شعبي كبير، ونال ثقة الجميع ممن شارك في جبهة المقاومة من مختلف القوى والأحزاب، وما زال ذكره عاطرا يلهج بحبه كل من عرفه أو سمع عنه حتى الآن. لا نوصف القائد نايف الجماعي إلا أنه رمز من رموز الحرية ورموز النضال على مستوى اليمن. ستظل مسيرة الشهيد الجماعي كتاباً مفتوحاً على الدهشة للأجيال القادمة، وستظل بصماته شاهدة على عظمة قائد مر من هنا، وهذا غيظ من فيض آثاره ومحاسنه. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع.
أكد الدكتور صالح حسن سميع عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومحافظ محافظة المحويت، أكد أن التجمع اليمني للإصلاح ظل شريكا وفيا للعملية السياسية طيلة المراحل التي مرت بها اليمن سلما وثورة وحربا. وقال الدكتور صالح سميع، قال إن قيادات وقواعد الإصلاح أظهرت حرصا واضحا على إبقاء الحياة السياسية قيد الإنعاش بعد أن دمرت الميليشيا الحوثية الإيرانية ما تبقى من وهج اليمني في كل المجالات. وأكد الدكتور سميع أن إحياء ذكرى تأسيس حزبي المؤتمر والإصلاح له دلالة واضحة على نية القيادات اليمنية عدم إهدار المزيد من الوقت في مواجهة العصابات السلالية. كان لرجال التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الحديدة قصب السبق في مواجهة الانقلاب الكهنوتي، وقدمت كوادره في سبيل الوطن والجمهورية وتحرير المحافظة من براثن ميليشيا الحوثية الانقلابية الكثير من التضحيات. الاستطلاع التالي يكشف حيزا من هذه الشهادات. دور التجمع اليمني للإصلاح في الوضع الراهن في مواجهة الانقلاب، الحمد لله تعالى، هو دور معروف ومشهود أمام الشعب اليمني. فهو أولا الإصلاح يعتبر أحد مكونات الشرعية ومكون مهم، وهو يقوم بواجبه سواء في جانب الجبهات أو في جانب الأغاثي. للإصلاح دور كبير في مواجهة أنصار وميليشيا الحوثي، إذ أنه قدم كوكبة من الشهداء في المعارك بدءا من مأرب إلى الجوف إلى المنطقة الخامسة في حرب وميدي وما حولها إلى مناطق الساحل. الإصلاح دور لجميع الميادين هو وقواعده، ولا أخفى على أحد، والشاهد ما نراه وما يراه العالم كله من تضحيات التي يقوم بها قواعد الإصلاح وقيادات الإصلاح في مختلف المناطق. وهذا دليل على أن الإصلاح حزب وطني بحجم اليمن. إصلاح الحديدة كان له الإسهام الأكبر في التضحية، في الدفاع عن الجمهورية، في مواجهة القمع ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي انقلب على الدورة على الدولة وعلى الجمهورية، وقدم الكثير من شبابه شهداء وجرحى في على مذبحة الدفاع عن الجمهورية. لاقت قيادة الإصلاح في محافظة الحديدة كثير من الصلف الحوثي والسجون ومصادرة الأموال ومصادرة المساكن، وبعض قيادات الإصلاح إلى هذا اليوم من 2015 أو من نهاية 2014 وهم في السجون حتى الآن. كان موقف الإصلاح موقف طبيعي وينسجم مع رؤاه وأفكاره المؤيدة للدولة وللنظام الدستوري والرافضة للانقلاب. اعتبر ناشطون وأكاديميون الذكرى 30 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح ذكرى تأسيس حزب يتسم بالأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن الإصلاح حزب ديمقراطي عريق يتواجد في كافة ربوع الوطن ووجد فيه اليمنيون بغيتهم. تعني لي الذكرى 30 للتجمع اليمني للإصلاح بأن الديمقراطية، الجمهورية، الحرية، العدالة، الكرامة، هذا ما تعلمناه في التجمع اليمني للإصلاح وما سنظل ندعو إليه ونتمسك به داخل هذا الحزب العريض الجماهيري الكبير الذي يتواجد في كل قرية وفي كل عزلة وفي كل مديرية. بل وجدت ثمرات هذا الحزب وتربى على أيديه الطلاب وأبناء الفقراء وأبناء عامة اليمنيين الذين انتسبوا إليه، وجدوا بغيتهم، وجدوا إنسانيتهم في هذا الحزب. التجمع اليمني للإصلاح يعني لنا الكرامة، يعني لنا الثبات، البقاء،
حتى نلقى الله عز وجل على في هذه المسيرة، مسيرة تجمع اليمن للإصلاح، المسيرة الإصلاحية الذي هو امتداد للحركة الإصلاحية اليمنية في الأربعينيات وقبل الأربعينيات وأيضا قبل العشرينيات وقبل هذا القرن. ذكرى 30 للإصلاح ذكرى مضي 3 عقود من عمر حزب عريق يتسم بالأصالة، الأصالة الوطنية والأصالة الدينية، يتسم بالعراقة التي هبت رياح عواصف نالت من كثير من الكيانات السياسية والفكرية، وأصبح الإصلاح شامخا خلال 30 عاما من البناء المستمر، البناء المتواصل، البناء المتين الذي يسعى للحفاظ على هوية الوطن وهوية الأمة، حاملا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الذكرى 30 للإصلاح تعني الكثير لهذا الوطن قبل أن يكون لمنتسبي الإصلاح، فالإصلاح من يقدمون الشهداء، وإن جينا على العطاء فهم أول من يبذل العطاء من تقديم مساعدات للنازحين وتقديم العون للأرامل ولليتامى وتزويج اليتامى أيضا. إذن فالإصلاح أظن بأنه الحزب الوطني الوحيد في هذه الفترة، وهو ما يمكن، وهو كما أظن أيضا أنه الحل الوحيد لإنقاذ اليمن مما هو فيه. 30 عاما من تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، 30 عاما من العطاء، 30 عاما من التضحية، يأتي الذكرى 30 للتجمع اليمني للإصلاح وأبناء الإصلاح وقياداته في المعتقلات، وهناك أيضا أبناء الإصلاح وقياداته أيضا في الجبهات مرابطون. وضع محافظ عدن أحمد حامد لملس ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي اليوم الاثنين، وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التعليمية والرياضية التي تأتي ضمن حزمة المشاريع التي ينفذها البرنامج في عدن. شملت المشاريع التعليمية بناء 4 مدارس هي لطفي جعفر أمان في صبرة في صيرة، والشهيد سالم قطن في خور مكسر، وبئر فضل في المنصورة، والحرم الجامعي في مدينة الشعب. وستضم كل مدرسة 12 فصلا دراسيا، فيما شملت المشاريع الرياضية تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية المغلقة بشكل كامل وتجهيزها لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة. بدوره أكد المهندس أحمد مدخلي حرص البرنامج السعودي على تنفيذ مجمل المشاريع التي أعلن عن تدشينها على أكمل وجه وبأحدث المواصفات، مثمنا اهتمام السلطة المحلية وتسهيلها سير تنفيذ هذه المشاريع التي ستشمل كافة القطاعات في عدن. تدشن في مجال التربية 4 مدارس تربوية في مديرية صيرة، في مديرية خور مكسر، في مديرية المنصورة، في مدينة شارع الحرم الجامعي. هنا التنمية قلنا انطلاقة عجلة التنمية يدا بيد مع أشقائنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية مع البرنامج تنمية وإعمار اليمن. شكرا لهم، ويستمر البرنامج لأيام أخرى متتالية. تشرف البرنامج السعودي بوجود سعادة محافظ محافظة عدن استكمالا لتدشين المشروعات، حيث قمنا في هذا الصباح بتدشين 2 مدرسة، والآن نحن في صالة أسعد على المثنى الرياضية التي بإذن الله في الأسبوعين القادمين سوف يتم إن شاء الله الافتتاح، وذلك امتداد ودعم من محافظ محافظة عدن والأخوان في وزارة الشباب والرياضة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مأرب، تحرير مواقع استراتيجية في المخدرة وخسائر الميليشيا الحوثية بالعشرات. الإصلاح 30 عاما من التضحية في سبيل الوطن والتعبير عن تطلعات الشعب. عدن، البرنامج السعودي للإعمار يضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية ورياضية. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله. We'll be right back.